في سابقة من نوعها في الأراضي الفلسطينية، العلم يأتي ولا يؤتى إليه. بهذه الطريقة أراد الفرنسيون والألمان إيصال ثقافتهم ولغتهم لطلبة المدارس الفلسطينية. فقد نظم المركز الثقافي الفرنسي الألماني احتفالية تدشين حافلة كتب متنقلة ستزور كافة المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وقد دشنت المكتبة المتنقلة هذه بحضور ممثل ألمانيا في رام الله والقنصل الفرنسي في القدس. هناك تعاون فرنسي ألماني لخدمة الأطفال الفلسطينيين. تقوم هذه المبادرة بجلب كتب فرنسية وألمانية وعربية وتوزيعها على كل الفلسطينيين، ليس في الضفة الغربية وحسب، وإنما في قطاع غزة والقدس أيضا. هذا دليل قاطع على التعاون الفرنسي الألماني الكبير في المجال الثقافي. وتأتي هذه الفعالية المنظمة من قبل المركز الثقافي الألماني الفرنسي حتى نجد مدخلا مناسبا لطلبة المدارس ووسائل الإعلام. وقد استحدث المركز الثقافي فكرة المكتبة المتنقلة هذه بعدما لاحظ القائمون عليه عزوفا وضعف إقبال من قبل طلبة المدارس على مكتبة المركز ومرافقه. كان لنا مكتبة من قبل، مكتبة للأطفال، ما إجوش أطفال. هلا رتبنا كان ينسكر هالمكتبة، يا احنا نحس انه في حاجه للكتب بالالماني وفرنسي وعربي، فحسينا انه في حاجه. طيب ليش ما بيجوش؟ عشان الجدار، عشان الحواجز. شو ردفعنا؟ انه نجيب احنا الباص وننقل الكتب للاطفال بدل ما نستناهم. وقد تخلل احتفاليه المركز هذه عروضا وفقرات ترفيهيه للاطفال في ساحه المركز. كما نظمت فرقه سيرك فلسطين عرضا فنيا مميزا. وخير مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب، كلام قالته العرب قديما وأراد الأوروبيون أن يكرروه مرة أخرى بطريقتهم الخاصة. ولسان حال الكثيرين اليوم يقول وخير جليس في الزمان فيسبوك. إسلام حلايقة، قناة القدس، ميدان المنارة، رام الله.